كان حميدتي أحد أولئك القادة، هو قائد قبلي بامتياز، يعرف عنه القتال الضاري في تلك المناطق، إنه استفاد من نظام البشير في كنز الذهب أو جبال الذهب التي كان يخرج منها الذهب بدون حسيب أو رقيب ودون أن تعود إلى ريع البلاد. تسيطر قوات الدعم السريع على حقول الذهب غربي البلاد والحدود الصحراوية سهلة الاختراق والتي تؤدي إلى مخيمات اللاجئين في تشاد وأسواق الأسلحة في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، كما أنها توسع سيطرتها ببطء على خط أنابيب النفط الذي يمتد من جنوب السودان إلى البحر الأحمر. حصل زيارات كبيرة جداً لقائد قوات الدعم السريع، افتكروا أنه جنرال ده يجي في صفه وولاية غرب دارفور تكون ما أقل أو معبر. إحنا رفضنا كإدارة أهلية، يعني ميليشيات الدعم السريع والمكونات القبائل المتحالفة معها، نفس المكونات اللي بدأوا مجازر في 2003 بكل مسميات. كنت ضمن النازحين في مخيم هشاب المجاور لمعسكر الدعم السريع، وفي يوم مقتل الوالي هاجمونا وقتلوا زوجي وضربوني برصاصة في ساقي، ورغم إصابتي هربت لأدري في تشاد لأنجو بأطفالي، وهناك تم نقلي لمستشفى في مدينة أخرى وبتروا ساقي لأن وضعها ساء بسبب الإصابة.